السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل شرح مختصر لاستخدامات البنتول. البنتول ليها أكتر من شكل. البنتول في الشكل الافتراضي، بنبدأ لو عايزين نعمل شكل معين بنبدأ بنحدد الأول الاختيار بتاعنا شيب، بنحط أول نقطة وبعدين تاني نقطة. لو احنا عايزين الشكل يبقى فيه كيرف، ما بنحررش الماوس قبل ما نسحب كده او كده، على حسب ما احنا عايزين. ممكن النقطة دي لو احنا عايزين نغير مكانها نضغط بس على كنترول، وفي نفس الوقت نمسك النقطة ونحركها في المكان اللي احنا عايزين. ممكن نغير شكل الهندل او شكل الكيرف بالضغط على كنترول ونضغط على الهندل كده يتغير الشكل. وده بيحصل، الكيرف ده بيحصل ابتداء من النقطة اللي قبل الأخيرة دي، الكيرف كده. واضغط هنا على النقطة دي لحد ما تبان لي علامة التمانية دي. ولو انا عايزة اغير النقطة تاني اغير مكانها بعمل كده. لو جيت اخد نقطة جديدة بعدها كده. عندنا كمان لو انا عايزة اقفل الشكل، بقرب من نقطة البداية لحد ما تبان لي الدايرة الصغيرة دي واضغط كده. لو انا عايزة اضيف نقطة على الشكل ده، باخد الاداة اللي فيها علامة الزائد دي اد، اضغط هنا وادوس على كنترول وحرك النقطة زي ما انا عايز. اضغط نقطة كمان كنترول وحركها زي ما انا عايز. طيب لو انا عندي نقطة كده فيها كيرف وانا عايزة احولها لنقطة حادة زي دي، بضغط على الايقونة الاخيرة دي. اول ما بقى حطها على النقطة كده بتحولها لي لنقطة حادة، ارجعها تاني فيها منحنى، بضغط على النقطة واسحب، عايزاها تاني كورنر بعمل كده وهكذا. في بقى عندي الايقونة دي اللي هي الفري فورم، دي بتعمل كل الحاجات، يعني اقدر اضغط بيها تتحول لآد. لو ضغطت بيها على منحنى كده زي ده تحول، حطت لي نقطة. لو دوست على كنترول ودوست على النقطة اقدر اتحكم في مكانها كده بنفس الاداة، يعني حولت لي اد، اداة اد وتحولت لاداة التحكم. ولو دوست على نفس النقطة تاني بنفس الاداة هتبقى هتمسحها، اتحولت كمان لديليت. يعني الاداة، اداة الفري فورم بتعمل كل حاجة. في اداة جديدة انا ما جربتهاش قبل كده في الفيرجن ده لانه جديد بالنسبة لي، دي زي الاستريتر، دي بتظبط لك الكيرف. ان شاء الله والله كويس. برضو هيبقى فيها امكانيات زيادة زي اللي في الاستريتور بالظبط. لو ضغطت على Alt وأي نقطة بتحولها لنقطة حادة، لو ضغطت تكتين هتبقى فيها منحنى.
تمام. ولو ضغطت على كنترول هتتحقق في حاجة بتحصل، بتأثر على نقطتين متوازيتين قصاد بعض لو انا ضغط على كنترول. ما علينا، هي دي اهم حاجة في استخدامات البين تول. طبعا اهم، نسيت اقول لكم ان اول حاجة في استخدام البين تول في 2 اوبشن، نحنا بنختار من القائمة دي يا اما شيب يا اما باث. لو اخترنا شيب وبدأنا نشتغل، اول ما بتبدأ في الشغل بيتفتح لك كلير اوريدي، في حين ان انت لو اشتغلت باث اول ما بتشتغل او بعد ما بتشتغل مفيش حاجة، مفيش اي لير اتفتح. طب بتستخدمها ازاي؟ بنعمل كليك يمين ونعمل ميكس سيليكشن. ميكس سيليكشن ده اقدر انا افتح لير، نيو لير، والونه مثلا بفيل او الونه بالبراش او بكذا طريقه. وده كان شرح مختصر قبل ما نبدا في الدرس بتاعنا. من قائمه image size هنعدل على المقاسات بتاع الملف والكوالتي، العرض 40، الريزوليوشن 300. قائمة فلتر هنختار كاميرا رو فلتر عشان نعدل على الألوان بتاعة الصورة الأصلية بحيث تكون واضحة. طبعا مش هي دي الألوان اللي هنعتمدها، ولكن عشان الأماكن مش واضحة تكون أسهل نكون واخدين نسخة احتياطية من الصورة الأصلية هي اللي هنعدل على الألوان. من قائمة image هنختار adjustment ونختار posterize عشان نشتغل بيكسل ارت. عادة ده مش قانون يعني، ولكن عادة بنطبق تأثير البوسترايز على الصورة عشان نقدر نشتغل عليه. في ناس طبعا بتفضل انها ما تشتغلش بوسترايز، ده وارد جدا. هناخد لير جديد ونحط له اللون اللي احنا عايزينه. من قائمة edit بنعمل فيلم، بناخد نسخة من الصورة الأصلية ونحطها على جنب عشان تبقى دليل. بنبدأ بأداة البين تول. طبعا من القائمة دي بنختار shape، نيو لير من هنا، ونبدأ نحط النقط بتاعتنا. النقطة اللي أنا عايزة ما يكونش فيها كيرب بعمل بضغط على Alt. النقطة اللي أنا هسحب فيها وأعمل وأحس إن في كيرف أنا مش عايزاه بضغط على Alt زي ما هيبان في الماوس، زي ما هيبان في الشاشة كده. وقت ما بضغط على Alt هيبقى باين هنا بسحب في 2 هندل كده، بضغط على النقطة وقلت فبيبقى فاضل عندي هندل واحد والهندل التاني بيختفي. بضغط على كنترول وحرك النقطة، اسحب النقطة للمكان الصح.
هضغط على Alt واشيل الهاندل التاني. هضغط على Alt، دايما بحط نقطة ورا اخر نقطة انا عاملاها، وبعدين انتقل لمكان النقطة الجديدة. كنترول وغير مكان النقطة المكان اللي انا عايزاه، او للمكان الصح زي ما انا شايف.
طبعا بقفل في نقطة البداية اللي أنا بدأت بيها، بيبان عندي دايرة صغيرة كده مع علامة الماوس. أغير اللون بتاع الشعر، لدرجة اللون الوسط بتاع الصورة الأصلية، وببدأ أعمل تفاصيل الشعر تاني. طبعا بختار شيب النيو ليف، وأبدأ أعمل الأماكن الغامقة. خلط واحط النقطة الجديدة واسحب، خلط واحط النقطة الجديدة واسحب، وخلط وهكذا. ونقفل بعدين نغير اللون بلون درجة لون غامقة، عشان ناخد جزء تاني ويكون في نفس الليل. بنختار البنتول، ومن هنا بنختار كومبين. هتظهر عندنا الأيقونة بالشكل ده.
هنختار تاني كومبين ونعمل جزء جديد. وهكذا لحد ما ننتهي من الشكل كله ونعمل كل الأماكن الغامقة غير واحد.
وده كان الشكل بعد ما خلصنا. هنحط ماسك طبعا دلوقتي للليف ده، ونحاول نمسح الأطراف بفرشة بلون أسود وأوباستي درجة وسط. هنبدأ دلوقتي نعمل الأماكن الفاتحة، بس ده فلير جديد لأن احنا هنديله لون مختلف برضو من بالشيب مش بالفار.
طبعا هنعمل الطبقة ماسك ونحاول نمسح الأطراف. هنبدأ نعمل نختار بين تول من القائمة دي، نختار باث مش شيب باث، ونبدأ نرسم شكل الخصلات ونطبق عليها تأثير الفرشة. كل ما ننتهي من رسم المسار نضغط على كنترول ونضغط على أي حتة فاضية، نحط نقطة ونرسم المسار ونضغط كنترول ونضغط على أي حتة فاضية عشان يتكون عندنا كذا مسار أو أكتر من مسار. طبعا المسار ده اللي هو الاسم التعريفي للخط اللي هو هنطبق عليه تأثير الفرشة. لو حصل اي كونفليكت بين النقط نعمل اندو ونختار مكان جديد للنقطة الجديدة، كنترول ونضغط على اي حتة فاضية.
طبعا بعد ما بنخلص بنحدد لون الخصلة اللي انا عملت المسارات لها بالفرشة، ونحدد المقاس بتاعها، وبعدين نسحب مستطيل كده او مربع نحدد المسارات كلها، نختار مقاس الفرشة ونوعها، وبعدين الأداة دي بنختار ستروك باث، نختار الفرشة والسيموليشن. طبعا عشان نعرف تأثير اللي حصل من قائمة باص اللي هنا دي، بنختار نيو عشان نقف على خانة فاضية للفرش عشان أقدر أشوف التأثير اللي حصل. هبدأ أعمل أخد نفس ال أحدد نفس المسارات وأغير اللون والمقاس، وأعيد تاني نفس الخطوة اللي فاتت، ستروك باث و تراكسيموليشن، ومن الباص من الويندو بتاع الباص أقف على الخانة الفاضية، أقف على الخانة الفاضية عشان أشوف التأثير اللي حصل. أحدد تاني، لسه التأثير مش عاجبني، أختار فرشة مختلفة وأصغر حجمها، واللون أخليه أفتح، واختار لير جديد واطبق فيه ستروك باس، اختار الفرشة وتراك سيموليشن واوكي. افتح الويندو بتاع باس واقف على الخانة الفاضية عشان اشوف النتيجة. هبدأ أحط الكل لير من الثلاثة ماسك عشان أمسح الأطراف بتاعت كل طبقة باللون الأسود، فرشة باللون الأسود، وأبدأ أمسح الأطراف بالراحة. وهكذا كل لير من الطبقات اللي انا عملتها للفرش امسح الاطراف. لو في اي زيادة طلعت غلط مش غير مرغوب فيها برضو امسحها عن طريق الماسك. عندي فرصة ان انا اغير في الالوان بتاعة الشكل اللي انا عملته بالشيب،
في خصلات رفيعة كده، هغير الفرشة، مش هستخدم فرشة الشعر، من قايمة باص، من القايمة هختار باص وابدأ أحاول أحكيها، أضغط على كنترول وأي مكان فاضي. دي هتبقى فلير منفصل. أغير اللون الفاتح لأفتح من الألوان اللي قبل كده، وأصغر الفرشة وأختار الفرشة العادية السوفت، وبنفس الخطوات أعمل ستروك باث وأختار براش تراك سيموليشن وأوكي. هحاول أكرر الخطوة الأخيرة دي في أكتر من مكان وأطبقهم مع نفس الليل.
هعمل نفس الخطوات دي على الألوان الغامقة، الأماكن اللي فيها ألوان غامقة، و وأطبق نفس الخطوات.
بنحدد طبعا كل المسارات وأطبق عليها نفس الخطوات. بحاول طبعا في الفينش اعمل ماسك في كل طبقة وامسح الاطراف بفرشة بدون اسفنج. أغير مكان الدير طبعا ممكن يديني نتيجة مختلفة. وأكرر الخطوة الأخيرة دي. أحدد كل الليرز بتاعت الشعر وأعملهم في جروب واحد كنترول جي وأخد نسخة منه أسحبها وأشدها على نيو لير وكليك يمين وأعملها ميرج جروب عشان أقدر أعمل لها فلور. وأعمل لها ماسك وأحاول أمسح الأطراف. وبكده نكون